كلنا نعرف الهروب من السجن وش قد صعب، بس اليوم يا اخوان راح نهرب من اكبر بيت موجود بلعبة ببجي موبايل. نعم يا اخوان عندنا مهمة انه لازم نفتح هذا الباب الاحمر، بس قبل لا نبلش يا اخوان الحلقة لايك يا اخوان واشترك بالقناة اذا مش مشترك، ما باقي لنا شيء ونوصل 8 مليون يا اخوان حرفيا. فاذا ما مشترك يعني اذا تنتظر لك اشترك بالقناة يعني باي باي. اوكي يا اخوان وهسه لازم نهرب او نفتح الباب الاحمر. وين الباب الاحمر؟ هسه راح نكتشف وياكم وين الباب الاحمر او الغرفة او البيت او البيت الاحمر بكيفكم يا اخوان. اهم شي نهرب من هذا المكان ويانا ايفر. حنهرب لو لا؟ طبعا طبعا، بس يعني انت اذا اكو شي تذكرهم بيه المتابعين. والله المحاط لايك خرب، انا دحش محاط. يلا 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 هسه شلون نهرب؟ تعال هسه انت طلع لك سالفه انه شلون تهرب من هذا المكان. سهله باو، هو اكو انا شفت انتبهت على هذا السهم، على مود نكون واقعيين ونكون صريحين وياك، شفت هذا السهم بس ما شفته شنو انه شلون حنجيب او شلون حنسوي هذا السهم او شلون. انا رفعك اصعد اصعد. يلا يقول لك اصعد على راسي. صاحب مو صاحب. اوكي اسعد اسعد. ماكو عبر انا يعني ما والله العظيم تقراي. لازم شنو نخرج خارج الصندوق. تعال. اوكي اخوان رمت المكان ما فتحت الباب الغبية. انا اوكي هسه شو نسوي؟ والله العظيم وقف وقف، هذا الباب انفتح وربي. اوكي هذا الباب اوكي هذا الباب الثاني. اذا يا اخوان لازم نشوف اكو هناك الاشارة الزرقاء اذا تشوف هاي، اذا وصلنا هناك راح نفوز، بس هذا الباب مسدود شو نسوي؟ والله فكرة. وقف. اوكي يا اخوان تعال دبا الحالة يمي. تعال شنو؟ ماشي مو نفس اللعبة. نصيل الحلول ماتك وبطلها. اوكي تعال هذا هنا نفتح هذا الباب. ايزي لحد الان ايفر ايزي. يلا ايفر مثل يلا تعال. يلا انت شنو انت بائع يعني؟ اي شيء طب اشتري. السلام عليكم شو تريد؟ حبيبي ممكن تفتح لنا هذا الباب؟ يلا. اوكي يا اخوان طبعا تمثيل ايفر بيض كلش هوايه ما يعرف يمثل. الله 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 كلهم نام يم الباب. شنو يرمي هذا؟ شلون شافنا اصلا؟ اوكي الطريق منه انا ماكو غيره. ايزي. اوكي اكو اسئله. قل والله اقول ورا ما تاكلت منها. اوكي هذا نرجع لعد. انا نطلع خارج الصندوق. نرجع صح انت تعجبني ايفر من تفكر وشغل عقلك مع العلم انت شويه بس تعجبني. اذا منه. ايفر ابدا لا تشغل عقلك بعد ولا تخرج خارج الصندوق، اذا خرج ميت ضربك. اوكي تعال. هلا. هاي. اوكي. باكو باب سري. اوكي هذا صح ايفر انت بلشت احبك يعني. عزك هسه لازم افتح هذا. الله والله بدي اقل من الشغل عقلي. هسه معناته ما حينفتح. لازم ينفتح باب، خلينا نكمل على الطريق. تعال هذا مسدود الباب. اوكي. هذا الباب الباب الاحمر لازم نعبره. ايفر دفع منا بلكي قليل. اقدر اشوف ورا. تقدر خلاص ما اريد اخلص الماب. قلشت ماكو اوكي قلشت. خلاص لازم نخلص الماب كلش. اقول لك هذا ما انفتح باب. خاف منه انا. بس اوقف انا انتبهت على شغله، اذا شغله ما خيبت ظني فانا اسطوره. يلا بابا انا تدري شنو؟ انا مكاني والله مو ببجي موبايل يا اخوان. شغلنا دي شغلني. شو شغلك؟ محقق كره. روح. الله 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 بس تعال انا الولد اشباح تقول مو جنود. لازم نستخدم النيد. شوف النيد لازم تكون هنا يعني حرفيا يعني ماكو غير مكان. اذا سويت هيد قري. لا ايفر هو ماكو غير مكان يعني لازم يفتح هذا الباب هسه. والله الله الله بس بعد ديبي والله ولد يخافون. ما يخافون رب العالمين ذول. باوي شنو والله دائره. هلا لا تجي تجروح. ابر تعال دك باوا شلون مكمبر وقاعد وبس باقي بيك الحيوان. حجي ذول كونكر. تعال عضه تعال. لا شنو عضه؟ اوووو يا عمي تقرا احنا خاف عندنا موتات محددين. صح عنده اربع موتات بس. يعني عبر يعني ليش قلت لك يعني واو اقل باوى لك حيوان. اوكي يا اخوان اوكي على الاقل بس هاي المكان ما عرفنا شلون نفتح لحد هسه.
حيوان اوكي هذا كده تعلق بسلاحك. يلا بالفير هسه لازم نرجع نحط عقلنا براسنا اوكي ولازم نعمل. يلا اوكي لحد الان يا اخوان نشوف الماب متاهه حرفيا متاهه عارفين الف باب اكو اكتر سهم ايفر جيب لنا الله شو واحد يقدر يجيبها تقدر انا بس حد هنا لك اجيبها بوي. الله بعدم مايفر بعدم اصعد فوق هاي لا حجي اقدر باع لازم تحسبها قانون الجاذبيه الله شنو يمي شوف ايفر شوف حجي انا والله بس باع شنو اكو طلعه من هنا كانت بهالسهوله ايفر ما تحكي يعني شنو اي بدي اقول لك تعال اصعد على هاي اوكي يا اخوان هسه اعتقد لازم يكون انفتح لنا باب الباب لازم يكون منفتح بس انت يا باب شنو هذا الباب اكو كان لازم ينفتح فتح هاي عشان تنفتح لا دقري مو اكو منه اكو طريق صدق با احنا دائما نطب من هنا فخلينا نكمل قبل يمنا لو يسرى اوكي تعال اكو سهوم هنا تعال اوكي اوف السهوم شلون يراد ان تدري شنو يراد ان ناي الله صح لازم ينفتح هسه اي والله يا اخوان ما دافتهم يعني اكو 4000 الف باب اوكي يا اخوان عندي ثلاث نيدات قول والله يعني ايفر منين جاي حرامي ما عليك جيب النيد هنا كثر لي شوف اوكي اها فتح هذا الباب تعال الله هاي شنو حلو هاي بس كراسك دي وي والله حلو الله 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 ثاني ولا عبر اوكي لازم لا تعال هذا اول علم اخذنا اوكي اخذنا اول علم اوكي هسه اخذناها هاي الله قام شوف شنو وين رايح ورا وياك شباب من محط لايك يعني انت ليش والله عيب ديناصور انت ما تحط لايك يلا عبر يلا هسه فتح لنا باب اعتقد الباب اللي هو بالبدايه يعني ماكو غيره والله العظيم اختنق باب المحبه يعني هذا الباب شو كنت ينفتح ايفر اكو باب بالاخير اوقف لا اذا نحسب 1 زائد 1 ايفر 5 ايفر 1 زائد 1 2 لا 1 في 1 2 20 2 اوقف اوكي يا اخوان المهم اني لازم تنذب هنا رجعت ليش اليوم النيدات كلها هذا مو لعب ابو الفير اذا ما انفتحت اني احذفها للعبه بعد احذفها والله احذف اذا ما انفتح هذا الباب ويا ريت ما انفتح ها شنو الولد يسوون لا دقري والله يا ريت ما فتحتها يا ريت شنو والله الله 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 لا لا تموت لا تموت الله ما عندي موتين ايفر باقي لك موتين ام العوده الله يسامحك ويعوضك اوكي خلصنا الاثنين اوكي هسه اعتقد تعال الله والله افكر الله بالفير شوف هاي شو هذا العالم حبيبي ما لك علاقه والله العظيم انا هذا الماب تدرون شنو يا اخوان هلا تا 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 لك شو قلت ضربوني بالقدر عرفت قوم منين لك بس قومني تعال خليني اشوفك وين شوفوا لكم حيوانات شوفوا لكم زبايل لا 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 ايفر اذا نزلتني وقومتني غير تقرا نزلوا حضني لا تقرا عندي موته واحده حبيبي روح كمل الماب والله تعال فتحنا هذا الباب تعال تعال دوك لازم نطلع من هذا المكان لان الجيش يعني ما والله وخر شوتجن شايل براس المثلث بس بابا شلون طالع الهمجي لا براسك دوس على راسي لا اسمع اصوات ما حلوه اوكي تعال ابو الفير بابا اطلع من هنا جيب ايدك يا عراق اوه ماي جاد نين عندك؟ الله لك الله ثلاثة والله لحرك انا على الوالدي اكون اليوم واحد اريدك تدري شو تسوي؟ لا تعال اريدك شنو؟ تخليه على الثانية وحدة وتكمز بنصهم انتهى موضوعي لا صدق؟ ايفر اريدك انت من اجل البلد لا من اجل السلام يعني ايفر لا نيت فجرت خسرنا واحد يعني هسه انا شو اسوي يعني وين اروح عادي يقري ذول النووي نيد ميفي الله اكبر انا على وديك وما ادوى اوقف الله تنفجر اعتقد لازم انفجر شيء هنا انا انفجرت بيا بدعتهم كيو ولد لاحظت شيء
همجية حيوانات. اوكي سوي لك طريق تعبر. بس دقيقة. الله 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 والله حيوانات يا ولد. الله هسه لازم انزل بسرعة لان الباب على اليسار حيطبولك حيطبولك يا اوه عندي 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 روح بعد. ديك اخير مرة هذه اخير مرة يا اخوان حرفيا انت وقفت عكس عكس الباب. خطوة واحدة يا ديقرا وتطلع. اوكي والله انا على وادياكم. عبسي عبسي حطوط حطوط وحط شيء على حلقي حط شيء على ايا حيوانات يا كلاب رجعنا والله لنا على الواديكم واحد ادري بكم حترجعون ترسبنون ها بعد لو تونس جماعتهم ايش قد حيوانات لعدي تركب. الله 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 اركب 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 راكب ماذا تمشي ماذا تمشي ما بيها بنزين شنو ما بيها بنزين؟ بنزين ما بيها دقيقة شنو ما بيها بنزين يا اخوان جنس السالفة والله لا والله لا خلص الماب هذا اليوم والله ما نام اليوم لو يصير المقطع 50 دقيقة ما نام اربع جوالي موتون ما نام اخوان هذا تدرون شنو اصعب ماب لحد الان لعبة في حياتي شط طايفر شط شطيت فتح الباب صح 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 ليتس جو ليتس جو ليتس جو وين حينزلنا ما حسبت هذا الحساب دقيقة وين حينزل شوف الخطة كالاتي يا ابو الفيار ايه اركب والله كريم ايه ليتس جو هايبر هاخذ لك حقك من ذول الحيوانات اطلع لهم خذ له خذ له حقي اطلع لهم لازم منه لا اطلع لهم خل اطلع لهم لا 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 والله ما اطلع لهم الدفرات وصلني ايه الله اكبر يا رب يا رب ينفتح يا الله شوف الباب منفتح منفتح بالعد اكو علم ثاني ما ماخذيه هايبر لازم اكون دقيق مو دقيق وطحين صح صح. وكل كلها بالضبط حنطه هسه ذول شلون حتعبرهم ذول شلون حعبرهم هايبر لازم لازم اروح الوت وافتح لان انا يمكن فتشده اوكي هسه وضعيتنا سليمه عبسي حط لي فد 30 40 اغنيه حرب كلهم اقوى اغنيه حرب عندك اقوى اغنيه حرب نزل لي لا لا تقدر تاخذ كفر هي 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 اوه وهل بك يصير تنوم براسك هي اوه لا تمك لا والله ما يخافون رب العالمين ذولي ورا ورا شي ورا شي اوكي اوكي هانت هانت يا اخوان وربي هانت يفتح الباب الاحمر وبعد ما ايش ما بعد لحد يقول لي العب لا 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 كلش الماب لا اه نقدر نهرب من هنا اوقف اوقف هذا اوقف اوقف والله هربنا يا اخوان اوقف من البدايه هذا البدايه من هنا اوقف الباب الاحمر الله الباب اوكي يا اخوان خلينا نقصها عبسي اوكي يا اخوان ابرنا ابرنا الباب الاحمر ليتس جو